إذا تم ثبات يعني هذه الأرقام وهذه المعايير اللي تكلمنا عنها في السابق، راح يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، واللي راح ينتقل فيها الحظر الجزئي من الساعة 9 مساء إلى 6 صباحا في جميع المناطق، وأيضا العزل المناطقي حسب التفشي الوبائي في وقته. بالإضافة لما ذكرنا من الأنشطة في المرحلة الأولى، سيتم إضافة وافتتاح أنشطة جديدة في المرحلة الثانية، مثل مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بنسبة تقل عن 30%، وأيضا أنشطة الإنشاء والبناء والأنشطة المالية والمصرفية والمجمعات التجارية، وبتحديد 8 ساعات عمل. وأيضا هناك اشتراطات خاصة يعني في جميع هذه الأنشطة للعودة إلى العمل. محلات التجزئة، المطاعم والمقاهي في هذه المرحلة سوف يكون عن طريق استلام الطلب وعدم الجلوس فيها طبعا، وأيضا الحدائق والمنتزهات العامة.